فصل من أعمال الرسل القديسين الأطهار. في تلك الأيام لما تبدد الرسل من أجل الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، اجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن قوما منهم كانوا قبرصيون وقراوانيون. فهؤلاء لما دخلوا أنطاكيا أخذوا يكلمون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ خبر ذلك إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا. فلما أقبل ورأى نعمة الله فرحا، ووعظ الجميع بأن يثبتوا في الرب بعزيمة القلب، لأنه كان رجلا صالحا ممتليا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع كثير، ثم خرج برنابا إلى طرسوس في طلب شاول، ولما وجده أتى به إلى أنطاكيا، وترددا معا سنة كاملة في هذه الكنيسة، وعلما جمعا كثيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. وفي تلك الأيام حضر من أورشليم أنبياء إلى أنطاكيا، فقام واحد منهم اسمه أجابوس، فأنبأ بالروح بأنه ستكون مجاعة عظيمة على جميع المسكونة، وقد وقع ذلك في أيام كلوديوس قيصر. فعزم التلاميذ بحسب ما يتيسر له لكل واحد منهم أن يرسلوا خدمة إلى الإخوة الساكنين في أورشليم. ففعلوا ذلك مرسلين إلى الشيوخ على أيدي برنابا وشاول. صلى لك أيها القارئ وجميع التلميذ الطاهر. لنصري في ذلك الزمان أتى يسوع إلى مدينة من السامرة يقال لها سيخار، بقرب الضيعة التي أعطاها يعقوب ليوسف ابنه، وكان هناك عين يعقوب، وكان يسوع قد تعب من المسير، فجلس على العين، وكان نحو الساعة السادسة، فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب، فإن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية
كيف تطلب أن تشرب مني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ واليهود لا يخالطون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو عرفت عطية الله ومن الذي قال لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، إنه ليس معك ما تستقي به، والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر ومنها شربا هو وبنوه وماشيته؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه له فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه له يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. فقالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أجيء إلى هاهنا لأستقي. فقال لها يسوع: اذهبي وادعي رجلك وهلم إلى هاهنا. أجابت المرأة وقالت: إنه لا رجل لي. فقال لها يسوع: قد أحسنت بقولك إنه لا رجل لي، فإنه كان لك 5 رجال والذي معك الآن ليس رجلك. هذه قلته بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن المكان الذي ينبغي له أن يسجد فيه هو في أورشليم. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنها تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون فيها للآب. أنتم تسجدون لما لا تعلمون، ونحن نسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، إذا الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب إنما يطلب الساجدين له مثل هؤلاء. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: قد علمت أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذلك فهو يخبرنا بكل شيء. فقال لها يسوع: أنا المتكلم معك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه فتعجبوا إنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: تعالوا انظروا، إنسانا قال لي كل شيء ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأقبلوا نحوه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: إن لي طعاما لآكل لست تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ فيما بينهم: ألعل أحدا جاءه بما يأكل؟ فقال لهم يسوع: إن طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ألستم تقولون أنتم: إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ وها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا، وإلى المزارع إنها قد أبيضت للحصاد.
والذي يحصد يأخذ أجره ويجمع ثمر الحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا. ففي هذا يصدق القول: إن واحدا يزرع وآخر يحصد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا أنتم فيه، فإن آخرين تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. فآمنا به من تلك المدينة كثيرون من السامريين من أجل كلام المرأة التي كانت تشهد أن قد قال لي كل ما فعلت. ولما أتى إليه السامريون سألوه أن يقيم عندهم، فمكث هناك يومين. فآمن جمع أكثر من أولئك جدا من أجل كلامه، وكان يقولون للمرأة: لسنا من أجل كلامك نؤمن الآن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم إن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.